أي بيت رفقي؟ هذا البيت يا آغا. تفضلوا، انتو مين طالبين؟ انت اسماعيل؟ ايه انا اسماعيل. في واحد حابب يتعرف عليك. مين هو؟ فينا نحكي جوا؟ نحن بأي موضوع بدنا نحكيها بيك؟ والله يا اسماعيل ما ضل حدا إلا ومدح لي بطبخك، وأنا بصراحة انشغل بالي على مهاراتك، لهيك حبيت شوفك بقلب بيتك. أنا بالسجن كنت طباخ عادي يا بيك، ومن وقتها شغلي ما تطور أبدا. أصلا مهارتك ما لها علاقة بتطورك أبدا يا اسماعيل، هي منعرفها. مهارتك بالمينو اللي مسويه حضرتك لتهرب فيه رجال برات السجن. ما فهمت عليك يا بيك. علي رضا ألتاي من وين بتعرفه؟ وكيف قدر يقنعك لتسمم أخوه لجابر؟ طلع منيح يا اسماعيل. ليك يا اسماعيل، إذا ما بتقلي الحقيقة مثل ما صارت بالضبط، رح أخلي هدول الرجال يلي شايفهم يقطعوا جسمك شقفة شقفة، وبعد ما يخلصوا يطعموه للكلاب. صدقني يا بيك، أنا ما بعرفه لعلي رضا. لكان مين اللي طلب منك تسمم أخوه لجابر؟ يلا قلي لشوف. اسماعيل، لآخر مرة رح أسألك، مين هو اللي طلب منك إنه تسمم أخوه لجابر بالسجن؟ مظفر. مين مظفر هاد؟ شو بيشتغل؟ كيف شكله؟ ما بعرف معلومات كتيرة عنه، هو مشراني، بس بعرف انه له علاقات مع الدولة، وبعرف انه نهى قصص بالسجن كمان. هو طلب مني. شو هي كنيته؟ وين عايش؟ اللي وين بتتقابلوا؟ ما بعرف اسمه الكامل. لما بيكون بده مني شي، يا بيطلع بوشي فجأة بالسجن او بيجي على بيتي، ولما بشتغل معه بيدفع لي مصاري، ومن وقت للتاني بيحل لي مشاكلي اللي بالسجن. أنا ما بعرف أي طريقة لأتواصل معه فيها. الله وكيلك ما عم كذب. بيجي لوحده لهون ولا بيجيب واحد تاني معه؟ هو بيجي لحاله. بحياتي ما شفته جايب معه أي حدا. بعد ما طلعته أخوه لجابر من السجن رجعت شفته شي كمان مرة؟ لا. قديش عمره لهذا الزلمة؟ فيك توصف لي إياه مثلاً؟ بين 50 و55 سنة، وعنده شوية طول، وهو أصلع، ودقنه خفيفة شوي. أصلع يعني؟ قلت لك كل شي بعرفه صدقني، والله ما عم كذب. ما بعرف هو شو عامل لك. الله وكيلك أنا ما دخلني. نحن جاهزين لنطلع، ناطرينك برا. ايمتى ما حبيت بنمشي بالاذن.
ألو نعم فؤاد. أخي أنت فاضي هلأ؟ أنا لازم شوفك ضروري. خير؟ مانو موضوع بينحكى على التليفون ومستعجل كتير. إذا بناسبك رح أجي لعندك. يعني أنا كمان عندي اللي بدي أحكيه معك. مالك عندي بالبيت بتعرف؟ أنا بجي لمكان ما أنت. معناها أنا رايح على البيت وأنت شرف لعندي. على البيت، تمام. يعني رح تمشي وتتركني من دون ما تجاوبني؟ مو صح أني ضل هون أكتر من هيك بعد اللي سوا أبوكي. تمام ماشي الحال، معناها بروح معكم نقعد بمكان ومنحكي. خالدة خلص بكرة منحكي. بابا معه حق، طالما أنت مخبي عني شغلات نحن كيف بده يكون في ثقة بيناتنا؟ ماني مخبي عنك شي بنوب، بس ما بدي اياك تضلي بيني وبين أبوكي. تأخرت بطلبك كتير، شو ما كانت القصة حكي لي إياها. أبوكي قال إذا أنا ما تنازلت عنك هو رح يسحب دعمه لإلي، وبيعرف إنه من غير دعمه إلي رح يكون موقفي ضعيف قدام أعضاء المجلس كلهم. رايحين لعند فؤاد صبري. أمرا بابا، بابا 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 ليش رايح لعند عمو فؤاد؟ استنى شوي لو سمحت بابا. خالدة خالدة تمام خلص اهدي شوي، أنا رح حل كل القصة خلص وثقي فيني وعد. خالدة فهم علي، أنا لا فيني اتنازل عنك ولا فيني اتنازل عن أبي، بس أنا ميتة رعبة وخايفة يروح يحكي شي ما يكون في رجع عنه. خالدة كل شي رح يتصلح صدقيني، لازم امشي هلا رح يرجع كل شي مثل الأول.